أفقر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي. كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي في عام 2022 أن مدينة أورانيا في لويزيانا هي أفقر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ متوسط الدخل السنوي للمدينة 12,358 دولار فقط، مع معدل الفقر بنسبة 40.4%. ووفقاً للإحصائيات، فإن هذه المدينة الصغيرة هي واحدة من عشرات الأماكن في جميع أنحاء البلاد التي تكسب معظم الأسر فيها جزءاً بسيطاً فقط من دخل الأسرة الأمريكية النموذجي البالغ 64,994 دولار سنوياً، في حين يمثل الوضع في أورانيا التحديات التي تواجه العديد من المدن الصغيرة في المناطق الريفية في أمريكا، والتي اعتمدت في السابق على الصناعات المحلية مثل تعدين الفحم أو التصنيع، لكن هذه الصناعات تقلصت في العقود القليلة الماضية واختفت بشكل تام من بعض المناطق، مما ترك هذه المجتمعات بدون مصدر دخل قوي للسكان. وفي الوقت الحالي تعاني هذه الأماكن من نقص الموارد وتفتقر إلى المرافق الأساسية التي يعتبرها العديد من الأمريكيين أمراً مفروغاً منه، فيما تشمل الخصائص المتعلقة بالمدن الفقيرة وجود مستوى تعليمي أقل من المتوسط الوطني ومعدل بطالة أعلى من المعدل الوطني، وغالباً ما تكون الوظائف المتاحة فيها منخفضة الأجر. ومن الجدير بالذكر أن العديد من المدن ذات الدخل المنخفض تقع في الجنوب الذي يشتهر بتاريخ طويل من عدم المساواة العرقية والاقتصادية، وقد تفاقمت هذه المشكلات بسبب تراجع الصناعات التحويلية والصناعات الأخرى في المناطق.